ما دام انهم كانوا في نفس الظروف، بل هذه الدفعه كانت كذلك في ظروف ربما عاقد، وعادت بكل شجاعه الى التنظيم العادي. يعني اقول استعمال الزمن والوتيره اللازمه في التمدرس في التنظيم التربوي لهذه السنه، فتقرر عن صواب وعن مساواه وعن اعتبار كل هذه الظروف للابقاء على هذا المعدل، اي 9.5 يعتبر ناجحا كذلك ايضا في هذه السنه، كل من تحصل على معدل 9.5 فما فوق في امتحان شهاده البكالوريا لدوره 2022. هذا المعدل تاع النجاح افضى الى نسبه نجاح وطنيه بلغت 58.75%.